يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم ثُ الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. رجع المسلمون من أحد مثخنين بالجراح، قتلى وجرحى، الهم قد علاهم. أي ليلة باتها المسلمون تلك الليلة؟ لما دخل النبي إلى بيته أعطى سيفه لابنته فاطمة، قال: يا بني اغسلي عنه الدم، فوالله لقد صدقني اليوم. مات خيرة أصحاب النبي، ليت شعري كم بيت من بيوت المؤمنين، مفجوع بقتيل أو جريح. تلك الليلة بات المسلمون والحراسة في المدينة مشددة، فربما يكر المشركون عليهم فلا أمن منهم. كيف باتوا العلم عند الله؟ هم وغم وحزن وجرحى وقتلى وثكلى. وفي الصباح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالخروج مرة أخرى، وهم في جراحهم وهم في آلامهم، أمرهم بالغزو مرة أخرى. قال: لا يشهد معي هذه الغزوة إلا من شهد معي أحدا. حتى رأس النفاق جاءه فرده عليه الصلاة والسلام: نعم، هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، إن حصل ما حصل في أحد ننسى جراحنا ونبدأ مرة أخرى بغزوة جديدة. في صبيحة اليوم الثاني خرج النبي مع الجيش المثقل بالجراح إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، يريد أن ينتظر المشركين مرة أخرى، فإن رجعوا وجدوا المسلمين في قوتهم وبأسهم، فإذا بالمشركين أيضا توقفوا يريدون أن يرجعوا إلى المدينة فترددوا. فجاء رجل أسلم حديثا لرسول الله اسمه معبد الخزاعي، أسلم وحزن لما أصاب النبي وأصحابه، فأمره النبي أن يذهب إلى المشركين يخذلهم. فلما وصل إلى المشركين وجدهم منشقين بين طالب للرجوع لاستئصال المسلمين وبين خائف من المسلمين، فخذلهم معبد، قال: إن محمدا قد جمعوا لكم وأصحابه، يريدون أن يغيروا عليكم مرة أخرى، وجاءه من لم يخرج معه بالأمس. فإذا بالمشركين يدب الخوف في قلوبهم، فرأى أبو سفيان قافلة سائرة إلى المدينة، فإذا به يريد أن يخدع المؤمنين. قال: قل لمحمد وأصحابه أننا جئنا لنستأصلهم جميعا. فجاء الركب إلى رسول الله وأصحابه في حمراء الأسد، فأخبرهم أن المشركين قد جمعوا لكم ليستأصلوكم جميعا، وقوتهم أكبر وجاءهم مدد. ماذا يفعل الصحابة وقد ملئوا جراحا ولم يستطيعوا أن يقاوموا حتى خروجهم إلى هذا المكان؟ فكيف بالمعركة أصلا؟ لكنه الإيمان إذا غلب، لكنها العقيدة إذا رسخت. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإذا بهم كلهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل.
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لم يصبهم شيء، مكث النبي أياما ينتظر المشركين وهم في جراحهم، لكن لم يجرؤ مشرك على أن يأتي للرسول وأصحابه. فإذا بالرب عز وجل يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سميت هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد، انتصر فيها النبي وأصحابه معنويا على المشركين. تألم الصحابة ألما شديدا بعد معركة أحد، وكان الواحد منهم إما له فقيد شهيد أو جريح مصاب. الألم ازداد، فأنزل الرب عز وجل يطمئنهم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الأمر سيان، أصابكم وأصابهم، لكن هناك فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدون جنة عرضها السماوات والأرض، أما هم فماذا يرجون؟ كيف حصل فينا هذا وفينا رسول الله ونحن خير الناس وهذا دين الله؟ كيف وقع فينا ما وقع؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في بدر قد انتصرتم، لكن في أحد حصل ما حصل. قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وإذا أردتم التفصيل من السبب فيما حصل لكم: ولقد صدقكم الله وعده. في بادئ الأمر إذ تحسونهم بإذنه، الغلبة لكم، لكن انظروا ما الذي حصل على جبل الرماة: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. من الناس من بقي ومنهم من عصى رسول الله: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، الذين فارقوا جبل الرماة، ومنكم من يريد الآخرة. أما الذين بقوا فقد قتلوا جميعا. هذا هو السبب، هذه المعصية عمت العقوبة على الجميع، حتى رسول الله أصابه ما أصابه. يا رب، ما حكمهم أولئك الذين عصوا وأوقعوا الجراح في المسلمين؟ قال الرب: ولقد عفا عنكم. الله أكبر، نزل العفو مباشرة من رب رحيم، من رب عفو كريم، من رب رحمن. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بل أمر الله نبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله عز وجل يأمر نبيه أن يصفح عنهم بعد ما فعلوا. الجرم كان خطيرا إلى درجة أن الرسول كاد أن يقتل وقتل خيار الصحابة، لكن الرب عفى عمن عصى وعمن أخطأ، أراده أن يكون درسا للمؤمنين. في هذه الأجواء ينطق رأس النفاق وأصحابه، بدأوا يتكلمون يقولون: لو كانوا عندنا، أي هؤلاء الذين قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. رد الرب عليهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
ادروا عن أنفسكم القتل والموت إن كنتم صادقين. الله ربنا عز وجل في غزوة أحد أراد أن يميز الصفوف بعضها عن بعض، ليتبين المؤمن الصادق ليميز الخبيث من الطيب، حكمة أرادها الرب عز وجل. ولكن المؤمنين ما ازدادوا بعدها إلا إيمانا ويقينا. جاء وفد من قبيلتي عضل وقارة يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم، فأرسل معهم 6 وقيل 10، ولكن الأمر كان مكيدة. لما وصلوا إلى بئر اسمه الرجيع كمنوا لهم بكمين فغدروا بهم، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. وكان من الذين أسروا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، أرسلاهما إلى مكة وباعاهما، وقد كان أهل مكة يريدون أخذ الثأر من قتلاهم في بدر، وكان خبيب وزيد قتلا من قتلا. أسر الاثنان وجوعا وعذبا حتى رؤي خبيب رضي الله عنه يأكل عنبا في وقت ليس في مكة ثمر، الله يطعمه. فلما صلب يريدون قتله طلب منهم طلبا قبل أن يقتل، وكان أول من يطلب هذا الطلب، طلب أن يصلي 2 ركعتين فصلاهما وخففهما. ثم سأله أبو سفيان: أتود يا خبيب أن تكون عند أهلك وبين أولادك ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله بين أهله يشاك بشوكه. ماذا تقولون؟ ثم رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ثم قتل، وكذلك صلب زيد وقتل. فأصيب النبي بمصاب جلل، 10 من خيرة أصحابه يقتلون غدرا. وبعدها بفترة يسيرة جاءه رجل من نجد اسمه عامر بن مالك، قال: أرسل لي قوما إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام. فأرسل 70 من خيرة القراء وأهل العلم من أصحاب رسول الله. فلما وصلوا إلى بئر اسمها بئر معونة أرسلوا رجلا اسمه حرام ابن ملحان من خيرة أصحاب الرسول إلى قائد من قادات المشركين اسمه عامر بن الطفيل، فجاءه برسالة رسول الله. فلما قرأها هذا الخبيث عدو الله عامر بن الطفيل، أرسل رجلا من وراء حرام بن ملحان ليطعنه غدرا، فأخذ الرمح ثم ذهب إلى خلفي إلى ظهري حرام بن ملحان وهو يقرأ رسالة رسول الله ويدعوه إلى الإسلام، فطعنه بالرمح طعنة خرج الرمح من صدره. فأخذ حرام الدم بيديه ثم مسح وجهه وقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. نعم قتل حرام. ثم قتل بقية الصحابة 70 رجلا غدرت بهم عصية ورعل وذكوان 3 قبائل، استنصر بهم عامر بن الطفيل فغدروا بالصحابة. فسمع النبي بالخبر 70 من خيرة أصحابه يقتلون غدرا، أي مصاب جلل هذا حل برسول الله. قال النبي مغضب: عصية عصت ربها، عصية عصت ربها. فأخذ يدعو على 3 شهرا كاملا في صلاة الفجر، في كل صلاة يقنت على هذه 3 قبائل، لأنهم غدروا بخيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنزل الرب عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ها
هذا أمر مقدر، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مصيبتان متتاليتان على رسول الله وأصحابه، مصيبة الرجيع ثم مصيبة بئر معونة. بنو النضير قوم من اليهود، لما رأوا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد بدأوا يدسون المؤامرات والمكائد لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أوائل السنة الرابعة من الهجرة ذهب النبي إلى بني النضير، معه طائفة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي وبعض أصحابه. وصل إلى بني النضير يريد أن يستعين بهم في دية الكلابيين حسب العهد الذي بينه وبينهم، فرحبوا برسول الله وفي قلوبهم يضمرون البغض ويريدون الكيد به، فأجلسوا النبي عند حائط معه أصحابه، فقالوا: من يذهب إلى أعلى هذا الحائط ويرمي الرحى على رأس محمد أبي القاسم فنقتله ونستريح منه. فقام أشقى القوم عمرو بن جحاش وأخذ الرحى يريد أن يرميها على رأس رسول الله، وهو الذي بينه وبينهم عهد، لكن أي عهد بين المسلمين وبين يهود؟ فلما فعل أوحى جبريل إلى رسول الله بخطتهم الماكرة، فقام النبي مسرعا ورجع إلى بيته. الصحابة بحثوا عن الرسول لم يجدوه، علموا أنه غادر فأسرعوا إليه فأخبرهم بالخبر وبهذه المكيدة، فإذا بالنبي يقر قراره. بنو النضير لا يجاوروننا في المدينة فقد نقضوا العهد، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة على أن لا يبقوا في بلادهم وبيوتهم أكثر من 10 أيام، وفعلا جاءهم وتجهزوا للرحيل، فلم يكونوا يستطيعون على مواجهة رسول الله وأصحابه. وهم يتجهزون للرحيل جاءهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فقال لهم: لا تفعلوا ولا تخرجوا، معي 1000 مقاتل يقاتلون معكم وسوف أقاتل معكم أنا، كما أخبر الله عز وجل عن عبد الله وعن المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم هم لكاذبون. وفعلا توقف بنو النضير عن المغادرة واستعدوا للقتال، لأن المنافقين معهم وغطفان أيضا واعدتهم، فاستعدوا للقتال. فعلم النبي بهذا فذهب إليهم وحاصرهم. أما عبد الله بن أبي بن سلول ما إن حصل هذا الأمر إلا وهرب وخذلهم وتخلى عنهم، وكذلك غطفان وغيرهم، كما أخبر الله في وصفهم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. تخلوا عنهم فصارت بنو النضير لوحدها في المعركة، حتى بنو قريظة تركوهم، فإذا بهم يتحصنون بحصونهم وظنوا أن هذه الحصون ستمنعهم، وكان عندهم نخل وكانوا يختبئون وراء النخل ليرموا رسول الله وأصحابه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن الله له أن يحرق النخيل ويقطعها، فأمر الصحابة أن يحرقوا هذه النخيل وأن يقطعوها. ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وإذا ببني النضير ينكشفون بعد أن أحرقت هذه النخيل وقطعت
فإذا بهم ينهزمون. فلما هزموا أذنهم النبي أن يخرجوا من بلادهم ولا يأخذوا معهم أي سلاح، فقط ما تحمل الإبل دون السلاح. فإذا بهم يأخذون أمتعتهم ويكسرون بيوتهم الأبواب النوافذ، كلما استطاعوا من بيوتهم خربوها وحملوها على الإبل وخرجوا من بلادهم. من الذي أخرجهم؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الصحابة ينظرون إليهم يكسرون بيوتهم التي بنوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهكذا أجلي بنو النضير ولم يبق منهم أحد، جزاء لمكرهم ولنقضهم لعهدهم. بعد مرور عام على معركة أحد ولم يكن أحد قد انتصر فيها، فلا المسلمون قد انتصروا ولا المشركون كذلك قد انتصروا، لكن الفريقين تواعدا في العام المقبل أن يصفي كل منهم حسابه من الآخر. فلما جاءت السنة الرابعة للهجرة وفي شهر شعبان، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 1500 مقاتل يحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج النبي إلى مكان يسمى بدر، وعسكر فيه 8 أيام بلياليها، والقبائل وعرب الجزيرة والناس كلهم يسمعون بهذه الوقعة وبهذه المعركة. انتظر النبي جيش المشركين. خرج أبو سفيان في 2000 مقاتل يفوقون المسلمين 500، وكان عند المشركين 50 فارسا، أما عند المؤمنين 10 فوارس. لكن أبا سفيان وهو يقود جيشه إلى بدر لينازل جيش المسلمين في الطريق تردد، وقذف في قلبه الرعب وأصابه الوهن، فأخذ يبحث عن عذر يتراجع به وينسحب من القتال. يعرف من جيش المسلمين، يعرف القتال الذي سيقاتله محمد وأصحابه، فإذا بأبي سفيان يجمع 2000 مقاتل ويقول لهم: أيها الناس، قد علمتم أن هذا العام عام جدب وليس العام الذي نقاتل فيه، فلو كان عام خصب نرعى فيه الشجر ونشرب فيه من اللبن لكان خيرا لنا، وإني راجع فارجعوا. فرجع 1000 مقاتل ولم يتخلف منهم أحد، كلهم أصابهم الوهن، كلهم أصابهم الرعب ودخل في قلوبهم. إن كان عام جدب عليكم فهو عام جدب على المسلمين أيضا، لكنه الذل والهوان. فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتظر 8 أيام لعل وعسى يأتي الكفار فيقاتلونهم، ولكنهم انسحبوا وذلوا ورجعوا خائبين. فانتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتصارا معنويا، لتعلم العرب والقبائل أن جيش المسلمين لا يهزم ولا يقهر. فرجع النبي غالبا منتصرا إلى المدينة. مكث في المدينة 6 شهور، وبعد 6 شهور دخلت السنة 5 للهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قرية عند دمشق عند الشام تسمى دومة الجندل، بينها وبين الشام 4 ليال، تجمعت الأعراب فيها والقبائل
يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجمعوا في تلك المنطقة يقطعون الطريق ويريدون قتال المدينة وأهل المدينة. فلما سمع النبي بهذا أسرع بألف مقاتل جيش المسلمين للذهاب إلى تلك القرية أو المدينة أو المنطقة ليوقفهم عند حدهم. خرج بألف مقاتل يسير ليلا ويكمن ويختبئ نهارا ليفاجئهم. فما إن وصل عليه الصلاة والسلام وعسكر في تلك المدينة إلا هربت القبائل كلها وفزع الناس وفروا في الوديان والشعاب، لا يواجه أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع النبي غالبا منتصرا بجيش قوي عزيز بدينه وإسلامه، لا يقهر ولا يهزم. مشكلة كانت تواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الأعراب المنتشرين في الصحراء الذين لا موطن لهم ولا قلعة ولا حصن يجمعهم، كانوا يضربون ويفرون، يسلبون وينهبون. فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكسر شوكتهم. سمع أن ثلاثة من القبائل اجتمعوا من غطفان في مكان ما، فأسرع النبي بالخروج إليهم. فخرج إليهم قيل 400 وقيل 700. غزوة سميت بذات الرقاع، قيل لأن الأرجل تشققت فلف الصحابة على أرجلهم الخرق والرقاع، وقيل لأن الرايات تخرقت فأرقعوها، وقيل لأن هناك جبل كان مرقعا بالألوان. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم مسرعا فأقام في مكان يريد أن يضرب ويكسر شوكتهم، فترام الناس بالنبال من بعيد، لكن هذه الجموع من الأعراب سرعان ما تفرقت، سرعان ما هربت، سرعان ما فرت من قوة النبي وأصحابه ومن هيبة الإسلام والمسلمين. هنا سمع الكل بهذه المعركة التي سميت بذات الرقاع، فهابوا رسول الله وهابوا دولة الإسلام. في طريق العودة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع مع أصحابه، كان الصحابة إذا رأوا شجرة فيها ظل تركوها لرسول الله وتفرقوا في الشعاب. نام النبي تحت ظل شجرة وعلق سيفه على الشجرة، فجاء رجل من المشركين يتسلل، ولم يكن عند النبي حراس، فجاء عند النبي والنبي نائم فأخذ سيف النبي. فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جالسا، فرفع الرجل السيف على رسول الله يريد قتله، ولا أحد يدفع عن النبي، والنبي غير مسلح الآن، والرجل رفع السيف فقال: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ خلاص انتهى كل شيء، ضربة وينتهي كل شيء. فقال النبي بكل ثقة، قال: الله، أي الله سيمنعني منك. فاهتز السيف بيد الرجل وسقط من يده، فأخذ النبي السيف ورفعه على الرجل فقال: من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال الرجل: حلمك وعفوك يا محمد، كن خير آخذ. دعاه النبي للإسلام فأبى، قال: لكن لا أقاتلنك ما حييت. فأطلقه النبي. فذهب الرجل وهو مشرك إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في هذه المعركة أيضا كان في ليلة من الليالي النبي ينتدب الصحابة للحراسة، فقام عمار بن ياسر
وعباد بن بشر يتناوبان على حراسة المسلمين، هذا ينام أول الليل وهذا ينام آخر الليل ويتناوبان في قيام الليل والحراسة. عباد كان يصلي فجاءه سهم من المشركين فأصابه وأتم صلاته، ثم أصابه الثانية، ثم أصابه الثالثة، ثم انتبه عمار فإذا بعباد ينزف رضي الله عنه. قال له عمار: لما لم توقظني؟ قال: كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. أي تدبر لكتاب الله هذا؟ هذا هو رسول الله، وأولئك هم أصحابه رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم.